وهذا الدجاج صار جاهز. اول شيء هنا عندي البهارات راح اكتبها لكم تحت، بعدين زيت زيتون وليمون، وهذه الدجاجه بعد ما غسلتها حطها التتبيله، وهذه بعد ما تبلتها بالتتبيله، وهذه الدجاجه راح ادخلها في السيخ حق الشواية ونثبتها بعود اسنان، وهذه الدجاجه بعد ما حطيتها نحط خيار المشويات، بعدين خيار الشواية.